فتطلع النتيجة 1.185291، يعني ورا الفاريزة 6 أرقام مع وجود رمز رات للدلالة على نظام، يعني حتى يدلنا على نظام الرات المستعمل. زين زين، نجي ناخذ مثال هومورك على موضوع الأنظمة والزوايا، ونختم بها موضوع الأنظمة اللي هي المثال راح يكون if tan ثيتا يساوي 3.792217 find، يعني أوجد الزاوية بنظام ثيتا راد بنظام الراديان بنظام الدجري بنظام الجرات. زين، إن شاء الله تكون واضحة عندكم الصورة، والموضوع سهل وبسيط نظام الزوايا، وإن شاء الله تجيكم أسئلة بالاعتماد على هذا البيسك اللي إحنا يعني أعطيتكم إياه. وإذا حبيتوا تطلعون على مصادرها تجيكم أسئلة إن شاء الله تقدرون تحلوها، لأن هو أصلا موضوع بسيط ما فيه شيء معقد، وهذا بيسك طبعا، يعني بعدين تكملون الزوايا بشكل يعني ديتايل مالتها أكثر. زين، نجي على موضوع الثاني اللي قلنا عليها، هي موضوع السكيل اللي هو موضوع مقياس الرسم. مقياس الرسم موضوع بسيط سهل، أخذته مر عليكم بالأول المتوسط بالابتدائية هم، يعني أتوقع مرت عليكم، وهسه هم راجعها. طبعا راح يصير بها أمثلة أكثر ومتطلبات أكثر يعني، بس شيء على شيء، وموضوع بسيط يعني أنتم كمهندسين إن شاء الله يعني فهذا موضوع تحتاجوه، ويعني لازم يصير عندكم في خلفية عنها. زين، السكيل قانون السكيل اللي هو البعد على الرسم أو الخارطة على البعد على الأرض. زين، تكتب شون؟ تكتب على شكل 1 إلى مثلا 1 على 10,000 فرضا، وتكتب 1 إلى 10,000 يعني شنو؟ يعني 1 مثلا على 100,000 فرضا، يعني 1 سنتيمتر على الخريطة يساوي لنا 100,000 سنتيمتر على أرض الواقع. زين، طبعا أحيانا نذكر شنو، مثلا يقولون 1 سنتيمتر على الخريطة تقابل لنا 1 مثلا 1,000 متر على الأرض، أو 1 سنتيمتر على الرسم تتقابل مثلا 1 كيلومتر. بس يعني عالميا اتفقوا انه وحدات السكيل تصير الوحدة المقام والبسط نفس الوحدة اللي هو سنتيمتر، فاحنا حتى لو مطلوب من عندنا انه نوجد البعد، سواء نوجد المساحة او نوجد بعد ضلع او نوجد مسافة من نقطة الى نقطة، نوجدها بوحدات السنتيمتر، نستعمل السكيل بوحدات السنتيمتر ونحول كل الابعاد الى السنتيمتر حتى نستعمل السكيل عليها، وبعدين نوجد بالوحدات المطلوبة من عندنا. فرضا إذا مطلوب من عندنا بالمتر نحولها لوحدة المتر، مطلوب من عندنا بالكيلومتر نحولها، وبالعكس إذا أنطونا بالكيلومتر أو بالمتر نحولها سنتيمتر ونستعملها. يعني هو هذا السكيل ثابت وحداته سنتيمتر، إلا إذا ذكر ما ينفي هذا، يعني إذا ذكر لنا أن السكيل بوحدات غير وحدات السنتيمتر، أو كتب 1 على مثلا 100,000 1 سنتيمتر على 100,000 كيلومتر، هذا بحث آخر. بس إحنا شيء على شيء، من نذكر وحدات السكيل هو وحداتها سنتيمتر، 1 سنتيمتر إلى 1 إلى 100,000 سنتيمتر مثلا، أو إلى 50 سنتيمتر. طبعا السكيل أكو منها مقاييس كبيرة أكو مقاييس صغيرة. زين، الكبيرة مثل شنو؟ مثلا 1 على 50، 1 على 100، 1 على 1,000، 1 على 500 مثلا. زين، الصغيرة مثلا 1 على 5,000، 1 على 10,000، 1 على 100,000، 1 على 1,000,000، تعتبر مقاييس كبيرة. هاي تبع 500. زين، نجي على موضوع
جينيرال موضوع اكزامبل بسيط عن موضوع السكيل. الاكزامبل شي يقول a road with a length of 10 كيلومتر. How much its length when drawn on a map if the scale هالقد وهالقد. يعني شنو؟ يعني طريق بطول او شارع بطول 10 كيلومتر، اوجد طول الطريق اذا على الخريطة إذا كان السكيل 1 إلى 5000 إلى 1 إلى 10000. زين، إحنا إيش ذكرنا؟ قلنا السكيل يساوي لي البعد على الخريطة على البعد على الأرض. زين، السكيل 1 على 5000 سنتيمتر. زين، البعد على الخريطة هو المطلوب من عندنا اللي هو إكس، على البعد على الأرض اللي هو 10 كيلومتر. بس إحنا ما نريد بوحدات الكيلومتر، لا نحذفها، هو 10 كيلومتر مذكور. ما نريد بوحدات الكيلومتر، محتاجيها بوحدات السنتيمتر. نحول الكيلومتر إلى السنتيمتر، فراح يقابلنا مليون سنتيمتر. إذا الإكس شكد راح يساوي لي من حاصل ضرب الطرفين في الوسطين؟ الإكس راح يطلع لنا 200 سنتيمتر. زين، إذا كان السكيل 1 إلى 10000، راح نقول 1 على 10000 سنتيمتر راح يساوي لنا إكس نفس الطريقة على 1000000 سنتيمتر. الإكس راح يساوي لي تقريبا 100 سنتيمتر. زين، الثالثة خلينا نخليها هومورك. إذا كان السكيل حلو، نفس السؤال، إذا كان السكيل من 1 إلى 100000. زين، نجي على مثال ثاني نختم موضوع السكيل بيها. إذا كان السؤال طبعا يذكر إذا كانت المساحة، السؤال فد سؤال مهم طبعا، هو المساحة إذا كانت area. هالمرة ناخذ area، انتو بقولها كلش زين، 250 سنتيمتر تربيع on plan يعني على الخريطة أو على المخطط. زين، بسكيل 1 إلى 500 أوجد ground area يعني المساحة نفسها على الأرض. find أوجدها. نجي احنا ايش قلنا؟ قلنا السكيل البعد على الخريطة على، نرجع نذكر البعد على الخريطة على البعد على الأرض. بس احنا المثال السابق أخذنا السكيل يعني من احنا من نقول 1 إلى 500، فاحنا نقول 500 1 سنتيمتر إلى 500 سنتيمتر. بس الوحدات عندنا هنا مو 5 سنتيمتر، الوحدات هنا بهذا المثال سنتيمتر تربيع. فإذا هو كان يعني إذا ذاكر لنا أريا على شكل 250 مثلا في 1 يعني سنتيمتر، فإحنا نحاول 250 1 سنتيمتر واحد كلها نسويها على المقياس ونضربها ونطلع الأريا. بس هنا لا، هو 250 سنتيمتر تربيع، فلازم سنتيمتر تربيع. طبعا نفس الفكرة، المساحة على الأرض يقابلنا المساحة على الواقع. فشلون نحول من سنتيمتر إلى سنتيمتر تربيع؟ نربع السكيل، راح نربعها. يعني شنو؟ يعني سكيل تربيع يساوي الجراوند أريا. شلون؟ يعني 1 سنتيمتر الكل تربيع على 500 سنتيمتر الكل تربيع راح يساوي البعد على الخريطة على البعد على الأرض. الخريطة منطينا إياه 250 سنتيمتر تربيع على البعد على الأرض area ground. زين، ground area يساوي لي حاصل ضرب الطرفين في الوسطين، يعني 250 في 500 تربيع، وتطلع لي النتيجة تقريبا 500 سنتيمتر تربيع. زين، الأريا إذا ردنا نطلعها بالمتر، نضرب هذا في 10 أس سالب، في سنتيمتر راح يساوي لنا 0.01 متر، يعني
يعني 10 أس سالب 2 هي متر، بس احنا نريد متر تربيع فنربعها فتطلع لنا النتيجة 50 متر تربيع. ولهنا انتهت محاضرتنا اللي تضمن موضوعين أساسيين اللي هي الزوايا والسكيل. وإن شاء الله الموضوع كان سهل عليكم، يا ريت تحلون يعني تتابعون المحاضرة والهوموركات الموجودة ضمن المحاضرة تنقلوها وتحلوها وتجيبوها الأسبوع الجاي إذا تردون بالعمل يجيبوها، إذا هذا الأسبوع إذا تردون هم إذا لحقتوا تحلوها يا هم هم يعني زين، وإذا ما لحقتوا الأسبوع الجاي لكم حق تجيبوها زين. مع السلامة، هيا انتهت.